تحية الوطن، تحية جمهورية مصر العربية الطبعة الأولى في قناة دريم، وهذا أحمد المستماني يحييكم، السلام عليكم. المغول الجدد، حروب الآثار تنسف حضارة الأمة. فيه المغول القدامى، التتار اللي احنا عارفين كويس جدا ازاي دمروا جزء كبير من حضارتنا. فيه المغول الجدد، الخوارج الجدد، الجماعات المتطرفة اللي بتنسف الكثير من آثارنا وحضارتنا. شاركت في ندوة مهمة المعهد السويدي في الإسكندرية ومؤسسة ولاد البلد الإعلامية، واتكلمت هناك في 12 نقطة حول هذا الموضوع. السؤال الأول، ماذا يمثل التراث؟ لماذا يجب الحفاظ عليه؟ نمرة واحد، الأصول الاقتصادية للحضارة. دي أصول اقتصادية، زي ما حد كده عنده شقة، عنده فيلا، عنده أرض زراعية، دي الأصول وممتلكات بتاعته. فالأصول الاقتصادية للحضارة هي الآثار والتراث اللي موجود. نمرة اتنين، الأصل الأرستقراطي للبشرية، إن إحنا كان في الأهرامات بهذا المستوى العظيم من آلاف السنين، يعني أجداد 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 أجدادنا لمسافة بعيدة جدا زمنية كانوا بهذا المستوى في علم الهندسة وعلوم البناء، وكذلك في علوم كتيرة جدا وفنون كتيرة. كنا في هذه النقطة السامية من التاريخ العقلي. نمرة ثلاثة، صناعة الأمل، الثقة. إذا كنا عملنا هذا التراث العظيم نقدر نعمل حاجات عظيمة في المستقبل، لأن في أصول مهمة جدا للإنسانية تدفع إلى بناء مستقبل يليق بالماضي. نمرة أربعة، زيارة مستمرة للجديد للتاريخ. زيارة مستمرة للتاريخ، لازم يشوف الحضارة أيام الملك العظيم رمسيس الثاني يقدر يشوف ده، عايش في ايام الملك العظيم تحتمس الثالث يقدر يشوف ده، عايز يشوف الكرنك يقدر يروح الاهرامات يقدر يزور، وكذلك بقى في المدن والدول والحضارات اللي موجوده في اماكن كثيره في العالم. فهي زياره معاصره ومستمره للتاريخ، لانه ده معمل الزمن المختبر اللي تعرف فيه كنا في هذا الزمن في اي سياق حضاري. نمرة خمسة، السياحة والثقافة. في اقتصاد عملاق، السياحة بمليارات اللي موجودة حول العالم نتيجة السياحة قايمة على هذا التراث وعلى هذه الآثار. السؤال الثاني، ما هي التحديات الأساسية للتراث الإنساني؟ نمرة واحد، الطبيعة، عوامل التعرية، إن الرمل غطى، تغيرات كيميائية في الآثار، أو الغمر بالمياه في أثار غارقة، فده تحدي. نمرة اتنين، المغول القدامى، اللي هو الحروب والثورات والدمار والخراب اللي حصل على مدار الإنسانية، دمر كتير جدا من التراث لم يصل إلينا. نمرة تلاتة، المغول الجدد، المتطرفين والمتخلفين اللي هم بيدمروا ما بقي من الحضارة تحت حجج واهية عديدة. مثلا دولة زي مالي اللي هي فيها حضارة وفيها تراث وفيها ثقافة إسلامية كبيرة جدا، تم تخريب وتدمير هذا البلد. بلد زي اليمن، اليمن السعيد الشقيق، دولة اليمن الشقيقة، في اليمن الآثار تباع مثل القات في الأسواق. طبعا محدش يتخيل إن كان ممكن اليمن تصل إلى هذا المستوى. ليبيا، بنلاقي في ليبيا حصل تدمير لأضرحة وتدمير لمساجد ونبش قبور، حتى قبر عمر المختار تم نبش القبر واخدوا الجثة ورموها في مكان مجهول. ما جرى في ليبيا أيضا كارثي. العراق، تم حرق مكتبة الموصل من تنظيم داعش، زي ما عمل بالضبط قبل كده هولاكو عمل بعد كده تنظيم داعش. مدينة النمرود الآشورية كان 13 قبل الميلاد تم تدميرها تماما. سوريا اللي كانت حضارة مفتوحة بقت في بعض مساحتها مقابر مفتوحة. ومصر بعد ثورة يناير نتيجة انفلات أمني وسرقة وتهريب الآثار، مصر خسرت قرابة 10 مليار دولار نتيجة الانفلات الأمني بعد ثورة 25 يناير ونتيجة تهريب الآثار بمشاركين في الداخل والخارج. السؤال الثالث والأخير، ماذا يجب على الإعلام؟ نمرة واحد، برامج وثائقية. ما بتكسبش، ما تجيبش إعلانات، لكن ده مهم في تربية الشعوب. نمرة اتنين، الإعلام المدرسي. لازم الطلبة وهم لسه في مدرسة في ابتدائي وإعدادي وثانوي يعرفوا التاريخ والحضارة
عشان يطلعوا يدافعوا عن التاريخ والحضارة والتراث. نمرة ثلاثة، التراث مش هامشي. الخسارة مش فقط في الأرواح والممتلكات، إنما كمان خسارة الذاكرة وخسارة الحضارة والتاريخ هي خسارة كبيرة جدا. أربعة وأخيرا، إن احنا لابد بقى ندعم الجمال المعاصر، لأنه إذا في قبح الآن وفقد جمال في الماضي، احنا بنورث قبح للمستقبل. إنما لابد يكون في جماليات معاصرة وإبداعات عمرانية معاصرة، عشان ده اللي هيكون تراث المستقبل. لما تيجي أجيال بعد 50 أو 100 سنة هيشوفوا إبداعات هذه اللحظة باعتبارها تراثا عظيما من الماضي. في شرح وتفسير ما ذهبنا إليه هنشوف المقطع الفيديو الأول، تنظيم داعش وبيدمر آثار وكنوز تاريخية في متحف الموصل تعود لآلاف السنين. المغول الجدد المتطرفون يهدمون المساجد في ليبيا. المغول الجدد تدمير التراث في دولة مالي. توقف إنتاج السيارة لاند روفر نهائيا. لو فاكرين حضراتكم العربية لاند روفر اللي هي من أقوى العربيات في تاريخ صناعة السيارات دي، بقى من نتائج الحرب العالمية الثانية. خلصت إمتى الحرب العالمية الثانية؟ سنة 45. العربية دي سنة كام؟ سنة 48. عربية قوية جدا، تمشي في الجبال، تمشي في الأدغال، في الغابات، تخوض مستنقعات، يعني تخرق الرمال، يعني من السيارات القوية جدا عبر تاريخ صناعة السيارات. محدش تخيل بعد 68 سنة من صناعة هذه الأسطورة، أيقونة السيارات القوية لاند روفر، أن يتاخد قرار بوقف صناعتها. هيتوقف نهائيا على الإطلاق إنتاج السيارة لاند روفر بعد 68 سنة من السمعة الكبيرة. في ناس راحوا اشتروا سيارات لاند روفر كتير جدا علشان خاطر مش هتتصنع بعد كده. المصنع في حالة حزن، عمل جدارية أو جدار المصنع سابوا للناس تكتب أي ملاحظات. الناس كلها في حالة صدمة، اللي هم من مشتري السيارة لاند روفر، بالذات المزارعين عندهم أراضي واسعة، أو اللي بيعملوا سفاري، أو عايشين في مناطق فيها حركة كبيرة جدا بيحتاجوا فيها السيارة لاند روفر. في كل الأحوال انتهت السيارة لاند روفر، لن تصنع من جديد طبقا لموقع بي بي سي. ودلوقتي بقى في صراع من يخلف لاند روفر. من المشاهد الطريفة انه عربية دوج مع لاند روفر، مين الأقوى؟ فالعربية دي بتمشي في هذا الاتجاه والعربية دي في هذا الاتجاه، وبنحاول او احنا بنشوف معاهم مين بيقدر يجذب السيارة الأخرى في اتجاهه، من أقوى، الدوج ولا لاند روفر. الأرض الثانية ما بعد المجتمع. تكلمنا قبل كده عن الشقيقة أو توأم الأرض أو الأرض الثانية في علوم الطبيعة وعلوم الكواكب. وكالة ناسا في جهدها الكبير جدا وصلت إلى أنه في كوكب شقيق لكوكب الأرض، ممكن تكون في حياة على هذا الكوكب. وقلنا قبل كده أن المسافة قريبة من كوكب الأرض لهذا الكوكب الشقيق أو بيسموه الأرض الثانية. الكوكب ده على بعد زي المسافة من القاهرة لإسكندرية 1,000,000 مرة فقط. المسافة من هنا لإسكندرية قد إيه؟ 200 كيلو. فالمسافة من الأرض هنا للأرض الشقيقة الناحية الثانية 200,000,000,000 كيلومتر، قد المسافة من القاهرة لإسكندرية 1,000,000,000 مرة فقط. فكوكب قريب وكوكب شقيق، دي بتسمى الأرض الثانية. لكن اللي أقصده في هذه الحلقة مش الأرض الثانية ديت، إنما أقصد الأرض الثانية الكوكب الافتراضي. إحنا بقينا عايشين دلوقتي عيشتين، عيشة حقيقية اللي إحنا عايشينها، وعيشة اللي هي على الإنترنت. العيشة اللي هي موجودة على الموبايل أو موجودة على الأيباد أو على الكمبيوتر، العيشة الافتراضية. دلوقتي في شركات عملاقة مليارات الدولارات نتيجة إن هي عايشة في هذا الوهم، بتنتج وهم وبتسوق وهم وبعدين بتاخد مكاسب بمليارات الدولارات. فاحنا صناعة هذا الوهم الاقتصادي لا يوجد نهائي، كله عالم افتراضي. انما هذا العالم الافتراضي اللي هو داخل الكمبيوتر اصبح دلوقتي جزء رئيسي من اقتصاد العالم. انما الاخطر اصبح جزء رئيسي من الحرب المعاصرة.
وزيرة العدل الإسرائيلية اتكلمت قريب وقالت إن إسرائيل قوة عظمى على الإنترنت. يبقى دلوقتي أي حد علشان يكون قوي لازم يكون حاجتين: قوي في الواقع وقوي على الإنترنت. الحرب دلوقتي فيها جزء ميداني في الواقع وجزء افتراضي على الإنترنت. داعش ظاهرة إنترنتية، ظاهرة افتراضية، لكنها تتواجد على الواقع. كتير حاليا من الثورات والحروب والمعارك على الإنترنت، فأصبح الكوكب الثاني، كوكب الإنترنت أو الكوكب الافتراضي، مهم جدا. مصر وهي بتبني الجمهورية الثانية، قلت ده في مقالي ما بعد المجتمع، مضطرة بقوة إن هي تمضي في أنها تاخد مكانة كبيرة في العالم الافتراضي بنفس الدرجة اللي ينبغي تاخد فيها مكانة كبيرة في العالم الحقيقي. إحنا ما بعد المجتمع، يبقى الناس قاعدين، الأب والأم والإخوات والأولاد والأصدقاء والجيران، كل واحد قاعد على الموبايل، اللي عايش حياته على الفيسبوك، واللي حياته على تويتر، واللي نازل واتسابات، كل الكلام ده كأنه مش موجود مع اللي جنبه. فالمجتمع بمعنى الحوار والنقاش بقاش موجود زي زمان. احنا ما بعد المجتمع، اللي هو كل واحد عايش في العالم الافتراضي في الكوكب الثاني. الإنسان دلوقتي بقت نسبة وجوده في الكوكب الحقيقي أقل من وجوده في الكوكب الافتراضي. لازم نعترف ان دي بقت حقيقة للأسف. وبالتالي واحنا بنعمل مشروع نهضوي مصري او المشروع الحضاري المصري، زي ما قالت الوزارة الإسرائيلية ان اسرائيل قوة عظمى على الانترنت، احنا محتاجين في بناء الجمهورية الثالثة نكون قوة كبيرة في الواقع وقوة كبيرة في العالم الافتراضي. حين أمر ستالين بالتجسس من خلال البراز، ده موضوع طبعا يبان إن هو مسلي، لكن هو موضوع مش مسلي، هو موضوع في منتهى الخطورة، بيبين إزاي أجهزة المخابرات عبر التاريخ كان بتفكر ولا تزال بتفكر. في الأربعينات ستالين في الاتحاد السوفيتي ما كانش بقى وسائل التجسس والتنصت زي دلوقتي، انهم يراقبوا الموبايلات والتليفونات وكل الكلام ده ما كانش موجود بهذا الشكل. وبالتالي كان لازم وسائل كتيره جدا يتجسسوا بيها على الزعماء السياسيين المنافسين او الخصوم. ففكره مذهله توصل اليها ستالين او فريق علمي اقترحها على ستالين وافق عليها، طبقا لتقرير مهم جدا نشرته بي بي سي على موقعها. تقرير بي بي سي بيقول انه ستالين في الاربعينات وافق على انشاء مختبر. المختبر ده بيحلل البراز، بس بقى مش بيحلل بقى بلهارسيا ولا حاجات زي كده، لا بيحلل او يعني اي حاجة موجودة في هذا البراز اللي هو التحليل الحديث، لا تحليل نفسي، يعني تحليل سيكولوجي لمخلفات الانسان. وصلوا الى نتائج معرفش مدى علميتها، انما ستالين والناس اللي معاه مشيوا على ذلك. نمرة واحد، لو لقوا في تحليل البراز ارتفاع لحمض التريبتوفان، وده حمض اميني، لو لقوا ارتفاع في حمض التريبتوفان الاميني يبقى الشخص ده كويس وسهل وسلس وممكن التفاهم والتعامل معاه. فلو هتمضي اتفاقية مثلا مع زعيم سياسي، فلو تم تحليل البراز طبقا لبي بي سي عن ستالين انه لو طلع هذا الحمض وقتها في الاربعينات من القرن العشرين موجود بطريقة مرتفعة، يبقى ده شخص ممكن التفاهم معاه. انما لو طلع في نقص في البوتاسيوم في البراز، معناه ان الشخص عصبي صعب التفاهم معاه. طيب هو ازاي بقى لو في زعيم سياسي بيزور روسيا بيقابل ستالين، كاميرات، كل أجهزة المخابرات اللي في الدنيا معاه، وزارة الخارجية والسفارة، إزاي ممكن أصلا يحصل على هذا البراز من أجل تحليله؟ بي بي سي بتقول إنه كان لما يخش عمله ده مع الزعيم مواد سيتونج زعيم الصين، شوف بقى الصين بكل قوتها وماو بكل قوة وقتها. فماو راح قعد في سنة 45 تقريبا، سنة 49 ديسمبر 49 راح ماو قعد 10 أيام في روسيا. في الواقع هو لما بيدخل إلى المرحاض، إلى دورة المياه، القاعدة بتاعت دورة المياه مش متصلة بالمجاري أو الصرف الصحي،
إنما متصلة بالمختبر اللي بيخضع للمخابرات. وبالتالي لما بيدخل الزعيم ماو أو غيره يقضي حاجته، هو مش بيقضي حاجته وتصل إلى الصرف الصحي وما إلى ذلك، لا، إنما هي موصولة بوضع خاص بتصل إلى المختبر من أجل تحليلها. المدهش طبقا لعميل سوفيتي من الكي جي بي تحدث إلى بي بي سي، قال إنه ستالين لما تم تحليل براز ماو وتأكد إن هو عصبي ومتقلب، بناء على هذا التحليل اللي هو بقى موضوع البوتاسيوم ده، تراجع ستالين عن توقيع اتفاقية مع مواد سيتونج. الموضوع طبعا ممكن يكون جذاب في الحكي وفكرة غريبة الأطوار ومدهشة جدا، إنما اللي كنت عايز أقوله منها، أما وإن موقع بي بي سي هو اللي عمل ونشر هذا الموضوع المهم، إنه ده معناه إن حرب المخابرات بلا سقف، والتفكير والدهاء والذكاء في الصدام بين الدول رئيسة المخابرات بلا نهاية، وإن من وقت مبكر جدا كان في فكرة مذهلة للتحليل النفسي، وطلع من بين الأفكار التحليل النفسي للبراز. إزاي ممكن ده يكون دلالة على إن بعض الأشخاص عندهم سلوك عدواني أو سلوك يمكن الثقة فيه؟ التفكير الخرافي في العالم، قصة من تايلاند. إحنا في نمطين من التفكير، التفكير الخرافي، التفكير العلمي. التفكير العلمي معروف إنه قائم على المنطق، 1 2 3، وإن المقدمة تؤدي إلى نتائج. فالمنطق والعقل كل ده في إطار التفكير العلمي. في بقى التفكير الخرافي اللي هو مش قائم على العلم، وأنماط التفكير الخرافي موجودة في كل الدول تقريبا، وفي كل الثقافات تقريبا، وفي كل أرجاء المعمورة. مثلا من تايلاند، القصة اللي شهيرة في وسائل الإعلام الأسيوية هي قصة عروسة زي كده، عرايس الأطفال. هذه الدمية في تصور في آسيا إن فيها روح، يعني في مصانع بتصنع عروسة ألعاب للأطفال. إنما بيقولوا إن بعض الدمى، جمع دمية، بعض الدمى بيكون فيها روح. تخيل بقى المصنع يقولك ده خط إنتاج دمية أو عروسة بدون روح، وده خط إنتاج لعبة بروح. وتخيل الناس تصدق، وناس مهمة وسياسيين ووزراء ومثقفين وكتاب وكده يصدقوا إن المصنع ده بيعمل دمية، بيعمل لعبة موجودة فيها روح. إنما لغاية كده ممكن الأمور تمشي شوية، يتعاملوا معاهم، تلاقي بقى بيأكلوهم، يشربوهم، يقعدوا مع الكمبيوتر، يهزروا معاهم، يمشوا معاهم، ياخدوا معاهم صور، بيتعاملوا إن الدمية ديت أو اللعبة دي فيها روح طفل فعلا، ولازم الطفل اللي جوه الدمية ديت ياكل ويشرب وينام، ويهتموا جدا بهذه اللعبة طول الوقت، وكمان إطار للتربية، كأن في إنسان حقيقي جوه هذه اللعبة. تخيل إن هذا التفكير يبقى في ملايين الناس اللي مؤمنة به في آسيا. لغاية هنا برضو ممكن يمشي الحال، لكن المدهش إن محطة فوكس نيوز الأمريكية قالت إنه شركة اسمها سمايل، شركة سمايل دي شركة طيران تايلاندية، طيران رخيص وبالتالي مشهورة جدا في تايلاند. فشركة سمايل تايلاندية للطيران بقت تحترم هذه اللعب، وتحط الدمية على كرسي زيها زي الإنسان، فأنت بتقطع تذكرتين، تذكرة ليك وتذكرة للعبة، واللعبة دي تقعد، وتيجي المضيفة تدي للعبة دي أكل، يعني ليها وجبة على الطيارة زيها زي حضرتك، وتديها بقى الأكل ده عادي جدا، صينية كاملة ومشروبات، مشروبات ساخنة، وتعامل تام إن بجد كأن في روح طفل داخل هذه اللعبة. فلما يوصل الأمر إن في شركة طيران تخلي المضيفات يقدموا وجبات في الطيارة للعبة بيعتقدوا إن جواها روح، بنتكلم كده على تمكن التفكير الخرافي. عشان كده لما بنلاقي إن البعض هنا ممكن يذهب لهذا التفكير، هو نمط عالمي التفكير الخرافي الذي لابد أن يقاوم. إنما المدهش إن المصانع اللي بتكسب بقى مهروز رزق دول على دول، فالمصنع اللي بيصنع ده يقول لك دي عروسة من غير روح ب$2 مثلا، لكن اللعبة دي فيها روح طفل، هو يقول لك كده وخلاص فيها روح طفل،
بكام؟ ب $800. فشوف بقى المكاسب اللي بياخدها من كل لعبه، فبيديك اللعبه ب $800 بحجه ان في روح جوه هذه اللعبه. لكن عايز نفس اللعبه من غير روح، خد اللعبه دي من غير روح بحوالي 10-20 جنيه مصري. وده يجد صدى، وده يجد اهتمام، وده يجد شركه طيران بتقدم وجبات للدمى او الالعاب الخاصه بالاطفال. القمامه الفضائيه، طبعا ده مصطلح بقى معروف السنوات الاخيره، لكن زمان كان ده خيال. بتكلم على قمامه في الفضاء. اول مخلفات في الفضاء سنه 57، يعني لغايه سنه 56 ما فيش اي مخلفات في الفضاء نتيجه البشر. اول مخلفات نتيجه البشر وتكنولوجيا البشر في الفضاء 57، هو القمر سبوتنيك، القمر السوفيتي. اول ما طلع كان في صاروخ طبعا بياخد هذا القمر لاعلى. هذا الصاروخ بقاياه في المجال او خارج المجال الارضي، هو اول مخلفات في الفضاء، اول قمامه فضائيه. بعد كده زادت هذه القمامه الفضائيه. لما طلع جاجارين الفضاء، اول رائد سوفيتي يطلع الفضاء، اول رائد في العالم، كان في حوالي 200 قطعه قمامه فضائيه. دلوقتي في كام؟ 20,000 قطعه قمامه فضائيه. فبقت يعني منطقة مخلفات صعبة جدا، 20,000 قطعة قمامة فضائية. ممكن حد يقول وإيه خطورة ده؟ لا، خطورة كبيرة جدا. ليه؟ لو في جسم صغير جدا، صغير جدا، يعني بتتكلم على لو جزء زي كده، لا شيء، ربع الورقة ديت، لو جزء زي كده بيمشي بسرعة كام بقى؟ 34,000 كيلو في الساعة. ده ممكن هذا الجزء لو طوله 10 سنتي يخترق محطة فضائية، يقدر يدمر هذه المحطة أو يعمل لها إصابات خطيرة جدا. هو لو ماشي بالسرعة العادية لا شيء، لكن بسرعة 34,000 كيلو في الفضاء بنلاقي نفسنا إن إحنا إزاء خطر شديد. ناسا بتحاول ترصد أي جسم يصل طوله إلى 10 سنتي، لأنه بهذه السرعة بيكون خطر على المحطة الفضائية الدولية وعلى كل المرافق الفضائية الموجودة خارج الأرض. عالم إنجليزي درس هذا الموضوع، عمله تصور بديع جدا، وضعه على يوتيوب. في الأيام الأولى كان فيه 1,000,000 مشاهدة. هذا هو المقطع الذي أثر في كثير من الباحثين العلميين الذين أدركوا أن 20,000 قطعة قمامة فضائية تسير بسرعة 37,000 كيلو في الساعة، خطر على علوم الفضاء. تحديات علوم الفضاء في القرن 21، حفظ الله الجيش، حفظ الله مصر.